مهم ان الست تستقل ماديا ولا تطنش وتعتمد على جوزها؟ لا اكيد لازم تستقل ماديا، حتى لو في شخص في حياتها لازم تكون هي ليها دعم مادي خاص بيها هي. لا تستقل ماديا طبعا عشان تقدر تعيش مرتاحة وتبني مستقبلها مع جوزها وولادها. لو في تعامل وفي حاجة توافق المؤهلات بتاعتها ان هي تشتغل ليه لا؟ بس هو الفكر يعني الصح لما حد بيتجوز بيبقى المسؤول اولا واخيرا الراجل. لا طبعا المفروض الست تعتمد على جوزها عادي، يعني الرجال قوامون على النساء بما انفق. كلنا محتاجين نساعد بعض، مش فكره ان الست ان هي تستقل ماديا فهي خلاص تشيل ايدها من كل حاجه ومثلا الراجل يبقى في البيت هو مثلا ملزم بكل حاجه. لا انا وانت متشاركين فنقدر نساعد. هي مرتبطه بجوزها، فلو عندها دخل وتقدر تشتغل وتقدر تصرف على نفسها ويبقى معاها فلوس، دي فلوس اضافيه بالنسبه لها. مهم تستقل طبعا ماديا علشان الاستقلال المادي دايما هيعمل لها شخصيه مختلفه عن ان هي تكون شخصيه اعتماديه، فده برده هياثر على علاقتها بجوزها. هو لازم كل حد يكون هو مستقل بنفسه، مش فكره استقلال بمعنى ان احنا ننفصل. جزء انها الست هي اللي بتدخل فلوس ده بيخليها هي شخصيتها اقوى شويه، اقوى لنفسها مش اقوى على جوزها، بس فكره ان هما الاثنين واحد برضو في الاخر دي حاجه اجمل. لا الاعتماد مشترك، مفيش حاجه اسمها شخص يعتمد على شخص او الاثنين يعتمدوا على بعض، الحياه فيها مشاركه. لا طبعا انا بنتي اهي وقايله لها ما تتجوزش الا لما تشتغل ويبقى معاها قرش في ايديها عشان يبقى بتاعها، ما تتذلش لحد. الدنيا بتتغير والزمن بيتغير والنفوس بتتغير، واللي باين انه جدع قوي قوي بكره ما بيبقاش جدع خالص. استاذه منى، مشاهدتنا العزيزه اللي بعتت لنا السؤال انها عايز تشتغل ومش عارفه تعمل ايه مع جوزها، اولا انصحك ان انت تتفرجيه على الحلقه وتشوفي الاراء على قد ايه اهميه شغل المراه. تاني حاجه برضو الموضوع بيعتمد هل هو كان متفق معاكي على كده شرط قبل الجواز وغير رايه، ولا انت متفقه وموافقه وانت اللي غيرتي رايك. ومهم قوي ان انت تقعدي تتكلمي معاه بالراحه وبالتفاهم وتفهميه انت يعني قد ايه الشغل ده هيفرق معاكي، وممكن تشوفي شغل هو موافق عليه او مواعيده ما تكونش قاسيه جدا فيبقى وقتك برده كبير في البيت. دي نصيحتي ليكي. جميله نصيحه جدا وبالراحه والهداوه والتفاهم. ارقامنا مشاهدينا قدامكم على الشاشه وكمان صفحاتنا على السوشيال ميديا، تواصلوا معانا وكلمونا قولوا لنا شايفين ان مهم ان الست تستقل ماديا ولا عادي تطنش وتعتمد على جوزها. ارقامنا هي قدامكم.